سلمى، خلينا ننتقل لشوي من الطاقة الإيجابية والأمل. فبداية العام بنقلب صفحة جديدة، وصفحة جديدة بتبلش تحمل معها الأمل ببدايات جديدة ومجموعة من الأفكار والأهداف اللي بنضعها أمامنا بغاية تحقيقها لنكون بحياتنا على يا رب تكون السنة خير وعلى طول يكون عنا هذا الأمل وألفاظنا تكون إيجابية. بس نحن المشكلة عنا الأشخاص على طول بينقسموا لثلاث أنواع، أو كل شخص يعني هن ثلاث فئات وكل فئة بتفكر بطريقة معينة. عندك الشخص الأول، الشخص الأول اللي هو الشخص الناجح يلي مرتب أموره على طول، يعني عاطي وقت لصحته، عاطي وقت لشغله، عاطي وقت لبيته، وهذا الشخص بتحسيه ما بيعيقه أي شيء، هو شخص عن جد مبرمج جاهز تمام، مبرمج حياته من البدايات، عرفان حاطط أهدافه، منسق على طول أموره، عرفان شو بده بالحياة ومنسق وعاطي كل شيء حقه، بيقول لك البيت، بيقول لك صحتي، بيقول لك حتى لدرجه بتحسي الاكل تبعه بتحسيه منظم. صحي تمام. بتحسي الاشخاص الثانيين، الفئه الثانيه من الاشخاص اللي هي على طول عندها النجاح بشغله، انه اهم شيء الشغل الشغل الشغل، وتاركه بقى بيتها اولادها على طول عندهم في شيء نوع من فاشلين بهذا الموضوع. هلا هي الفئه شوي الثانيه من الناس تمام، شوي بتلاقي انه على طول يعني بيضلوا بفضلوا شيء على حساب شيء. عندنا الفئة الثالثة من الناس يلي هي على طول بتفكر بطريقة سلبية، هدول اللي بقى بفيقوا لك الصبح معكرين، لازم يدخنوا، هي لازم يسمع الكل، يعني ثلاث خطوط تحت، لأنه الكل صاير طاقة تمام. سلبية. يعني من يعني أنا ليش نحن عم نحاول نبلش نهارنا بطاقة من الإيجابية وبداية عام جديد؟ يعني دائما هلأ بالمجمل إنه بس لتقولي شخص كيفك ببلش لك بقى، يعني ينكت بقى يعني الصفحة السلبية تماما والعيشة طب ما في شيء ظابط وما في فنوعا ما. يعني هلا في كثير من الناس عم تسمعنا عم تقول انه هذا الحكي جميل بس ما فيني طبقه على ارض الواقع، على ارض الواقع بس فعليا قادرين؟ يعني بلش نهارك بس بشويه، انه انا بحب حالك شوي صغيره، اكيد طبعا، يعني بس شوي صغيره هلا. لا نحن قادرين اكيد اكيد، كل شخص وكل انسان هو قادر يغير. وهلا مع بدايه السنه انا بحط برمجه لحياتي اني انا بدي اغير حياتي. هلا مثل ما كنا عم نحكي عنا فئه ثالثه من الناس اللي هي بتبلش صباح بنكهه، النسبه الاعلى من الناس يعني بتفيق الصبح خلص قلبه وشها، انا لا تحكوا معي إذا ما شربت القهوة والسيجارة، أنا ما حدا يحكي معي، أنا كذا، وبيقعد بقى ببلش نهار على القهوة والسيجارة وعم بيتصفن بقى، أنا ضيعت عمري، أنا حياتي راحت، أنا ما عم بزبط شيء معي، أنا ما معي مصاري، أنا ما عم بعرف. طيب ماشي، من وين أنت بهذا الموضوع كم سنة صار لك؟ بيقول لك أنا كل عمري هيك. طب أنت هل فكرت للحظة أنت ليش كل عمرك هيك؟ لأنه أنت هذا برنامجك بالحياة غلط. بس رح يقول لك ظروفي الحياتية والاجتماعية والاقتصادية ما في حدا ما عنده. بس لا، هذا كل الناس الرد مزبوط دائم. مزبوط نور، كل الناس عندهم مواقف بالحياة صعبة وكلياتنا نحن معرضين لهذا الشيء. بس هل أنت فكرتي بيوم من الأيام تفيقي الصبح تقولي أنا شخص تاني، أنا بدي أغير حياتي؟ عيش لي بدي فيه مثلا بلش أكل تفاحة، بعدين بدي أطلع أمشي ساعة، بعدين بدي أرجع أشرب قهوة. مجرد ما أنت كسرتي هذا الروتين قلبت حياتك. أما نحن هذا الروتين القاتل هو يلي بيعمل لك برمجة بالحياة. أنت حاولي هلأ، بتمنى من كل الناس اللي عم تسمعنا يبلشوا يغيروا. يعني أنت كيف بتقضي نهارك بالعادة؟ قولي أنا بدي أغير هذا النهار، بدي أعكس اليوم، بدي أعكس، بدي أعيش حياة صحية، بدي أطلع أتمشى، بدي أمشي مثلا. إذا أنت متعودة كل يوم تركبي سيارتك وتمشي، لا انا بدي في امشي، انا بدي بلش حياتي صحيه اليوم، مثلا ما بدي اكل الدسم وهيك، بدي بلش بسلطات. اذا قاعده انت عم تتصفني وتفكري بس وقدامك القهوه والسيجاره انه انا بدي اشتغل يا الله، وقلت لرفيقتي وقلت لرفيقتي الثانيه وما عم بتلاقي لي شغل، طب ليش؟ ما انت موجوده بالحياه، انت شخص فعال، انا بطلع بسعى قادر للشغل، انا بدور، انا بشوف، لا انا ما بطلب من حدا، ليش لحتى اطلب؟ طب ليش لحتى ما تطلبي؟ نحن بالنهايه الدنيا كلها طلب وعرض، وانا بحكي وهو بحكي لي عرض، بده يسعى ويشتغل عليه، فانا بكون قادر على اني غير حياتي. كيف بدي غير حياتي؟ بلش برمجه جديده بحياتي، انا غير، حتى يمكن بلش بشكلي، انا ما عم اقول هلا بس اقول شكل، ناس بتفكر انه هلا والرجال كلها بحطوا ايدهم
على راسهم انه نسوان بدها تنزل تشتري بقى ثياب وكذا، لا انا فيني غير شغلات بسيطه بحالي. يعني اذا انا فتحت غزانتي لقيت كلها اسود اسود رمادي كحلي كذا، انا لا حتى بثيابي بدي اغير، فيني البس نفس الكنزه بس ضيف عليها اكسسوار احمر، فيني اعمل مانيكور احمر، فيني اعمل شيء جديد بحياتي. المهم اكسر هذا الروتين، مجرد ما انت عايشه بنفس الروتين ما فيك تغيري حياتك، ولا فيك تقلبي صفحه جديده، ولا فيك تبلشي بطاقه ايجابيه. يعني على طول حتكوني حياتك نفسها والسنه عم بتكرر السنه. وعلى فكره الطاقه السلبيه بتمشي مثل المسبحه، يعني مجرد ما انت السنه نفسها وايامك نفسها هي بتكر نفس المسبحه، وكانك عم بتقلبي حبات المسبحه سنه ورا سنه. هي اساسا طاقه جذب تماما، وحتى اللي بتحسي انه القصص عم بتتابع بعضها، يعني بتقولي نفس الموضوع صار معي هديك السنه لك بنفس الشهر. ليه؟ لانه نفس التفكير ونفس الطاقه اللي انت عم بتفكري فيها ما حاولتي تغيري شيء ابدا. اكيد يعني غاليه مثل ما قلتي دائما لازم نوقف هيك مع نفسنا ولو خمس دقائق. يعني هي القصه ما انا كثير صعبه، نحن ما عم نحاول نعطي معلومات صحيح للناس او ننظر عليهم من عند الصبح او لا، نحن عم نحاول نوجد مفاتيح شوي أكيد سهله للحياه. من هي المفاتيح كمان بيقولوا الناس انه ليش ما بتقعدوا هيك تكتبوا على ورقه وقلم طيب شو ممكن تساوي شو ممكن تعملوا؟ شو رايك بهيك طريقه؟ هل هي مجديه مفيده؟ اكيد اكيد طبعا. هلا انا مثل ما حكيت بالبدايه انه الشخص يكون قلت الفئه الاولى من الناس اللي هن الناجحين هو حاطط هدف لحياته، هدول معناتها تماما لحاله. يعني هو مبرمج حاله من البدايه اني انا لا الي اهدافي الي طموحاتي، يعني الي شيء معين بالحياه بدي امشي عليه. انت مجرد ما كنتي حاطه شيء معين وشايفه النجاح بعينك، يعني انت على طول رددي الفكره انا شايفه نجاحي بعيني، انا شايفته صحيح انا عم بتعب مثلا وعم بيصير معي عسرات بالحياه عم بوع عم ارجع ام، بس هي بحياتها ما بتكون انه مثلا انا باخذ موقف وبقول خلص حياتي سلبيه انا ما فيني اكمل. اكيد لا، هدول القصص اللي بتصير معنا او العسرات اللي بنمرق فيها هي اللي تقوينا مو لحتى تكسرنا ابدا. انا اهم شغله عندي اني احط هدف بحياتي، ومثل ما قالت سلمى اني اكتب على طول، بكتب بورقه بيضاء وقلم احمر، ورقه بيضاء مو مسطره وقلم احمر. الاحمر بقانون الجذب بيجذب، والورقه البيضاء اللي مو مسطره هي حتى يكون ما عندنا حدود، يعني احلامنا ليس لها حدود مفتوحه. فانا بكتب احلامي على طول، وانا بتمنى نسمي سنتنا يعني سنت النجاحات، سنت الفرحه، سنه يعني تفوز سنت الزواج. نحن سميناها صبايا سموها سنت الزواج بال 2018، بدنا نزوج جميع بنات القسم الثقافي. تماما كثير حلو هذا الشيء، عن جد كثير حلو. فينا نسميها اسمها سنة الزواج والنجاح أو الزواج والعمل، يعني هن لأن بيرتبطوا ببعضهم. أنت بس تكوني ناجحة بزواجك حتكوني ناجحة بعملك، لأنه اثنين بيقووكي يعني بتحسي. فهذا الشيء كثير حلو لما أنا أحط عنوان وأشتغل على هذا الشيء. هاي 2018 إلي، يعني أنا حابة أعمل على الصعيد الشخصي والمهني، يعني هذا النفس لازم يكون موجود. بس في ظروف صعبة، الكل عنده ظروف صعبة حياتية مادية نفسية اجتماعية اقتصادية، بس ما فيني يكون أنا والظروف على نفسي. يعني هذا البشع اللي صاير، النفس العام اللي بتشوفيه، يعني أنه أنا تعبان أنا متضايق أنا ما معي مصاري. مين قال لك أنه ما في ثلاثة أرباع العالم هلأ بظروف الحرب عم نكتشف إشي عند الناس إبداع، يعني بسبب إحنا غير في كتير من الناس تفاجأنا بالمواهب اللي عندها بالأفكار صحيح اللي عندها. في كتير ناس مهجرة من بيوتها، في كتير من الناس طلعت من بيوتها لكن اشتغلت، في ناس تدمرت معاملها وعملت يمكن ورشة صغيرة وبلشت تمام من جديد. وبلشوا أنا بعرف ناس بلشت منبسطة ورجعت عملت ورجعت ساوت. المهم الناس تكون عندك أنت هدف بحياتك، ما تضلي قاعدة عم تنتظري. المهم الإرادة قاعدة تمام، أو يكون عندك إرادة وما تضلي قاعدة عم تنتظري شيء من حدا. شوفي ما حدا بيعطيك شيء إذا أنت ما اشتغلتي على حالك، ولا تستني كلمة حلوة من حدا. أنا على طول بقولها وبرجع بقولها، يعني لا تستني كلمة حلوة اسمي على نفسك تماما، لا تستني ورده من حدا، انت جيبي ورده لحالك تمام. عن جد هلا في الصبح بكير طلعي على وشك بالمرايه قولي يسلم لي هالوش وبوسي حالك على المرايه. انت اعطي طاقه ايجابيه لحالك، ما تستني شيء من حدا، واسعي. انت حاطه هدف ببالك بدك تشتغلي، اسعي له، لا تستني شيء من حدا. ما في شيء اسمه ما في شغل الا انت اذا بدك حاطه شيء ببالك اني انا دغري بدي اشتغل مدير، شيء طبيعي ما حتلاقي لا شغل. لا انا دغري بصير مثلا قال وزيره، لا يا حبيبتي تمشي واحد اثنين ثلاثه بعدين تماما. بدك تبلشي، بدك تشتغلي، بدك تتعبي لتصلي لشيء معين انت بدك اياه. اما ما فيني انا فورا، هن المشكله عندنا فورا بحطوا الاهداف عندهم وعاليه. فرضا يعني شخص مثلا ما معه 5000 بلك يا رب يجيني مليون، طب بقانون الجذب ما في شيء يجيك مليون. لا يا رب اربح ورقة يا نصيب واشتري سيارة تماما. يعني ما في هيك شيء، بدك تطلعي درجات. يعني مع 5000 بتبلشي تبرمجي انا معي 10، انا معي 10، اجوا العشرة
معي 20 15 يعني بتبلشي شوي شوي بدك تطلعي درجه درجه، اما فورا نكون ولا شيء وبدنا نصير كل شيء كمان ما بيصير. ويلي الناس يعني كثير حابه الناس اللي عم تسمعنا عن جد من اليوم يقولوا بدنا نكسر الروتين وبدنا نبلش شيء جديد حتى يشوفوا شلون عن جد السنه حتكون كثير حلوه لهم. حسان عم يسمعنا عم يقول هذا الحكي تمام كل الكنترول عم يسمعنا وعم يتفاعل عم يتفاعل معنا يعني بدايه من المخرج المواد الموتر كله تمام معناته هلا حلاقي يعني تغيير جذري كثير حلو. طيب غالية قبل ما نختم حديثنا شو بتحبي هيك توجهي كلمة لكل الناس اللي عم بيتابعونا؟ شوية طاقة من طاقتك بركي هيك بيكفوا باقي نهارهم بإيجابية. حبيبتي هلا أنا الناس اللي عم تسمعنا أول شيء قلن خلوا طاقتكم على طول إيجابية، تابعوا الإخبارية وخصوصي وقت بتكون سلمى ونور لأنه بيعطوا 3 ايجابيه وعن جد على طول حطوا هدف بحياتكم وحطوا النجاح بين عيونكم وقولوا انا ناجح وانا حاوصل لنجاحي وبس. يعني هذا الكلمه لحالها حتعمل كثير شغلات جذريه بحياتك. الحياه صعبه يعني احنا ما قلنا لحدا انه انت بالمدينه الفاضله أكيد. الحياه صعبه بس لازم تعرف تتعايش معها. تماما بدك تسعي وبدك تكسري الروتين اللي انت عايشه فيه لانه مجرد ما انت كسرتي الروتين كسرتي شيء سلبي بحياتك فتحتي شيء ايجابي. اما طول ما انت عم بتكرري ايامك السنه حتجي مثل اللي قبلها واللي قبلها فلازم على طول نعمل شيء جديد ونبلش شيء جديد من باذن الله من بدايه العام. شو لازم الواحد يعمل؟ يقول انا لازم اعمل 1 2 3 تماما. حطي هدفك ركزي على اهدافك حطي هدفك ركزي على اولوياتك. شو اولوياتك بالحياه؟ انا هذا راسي الي ما لازم اكون ماجرته. يعني نحن للاسف حاطه جارتي وبيت حمايه ورفيقتي وكذا وحاطينه بس قصص غيره وليش هي صارت ليش انا ما صرت. لا انا بشيل هذا الشيء من بالي بقول بدي شيء الي هالسنه الي حتكون انا حكون ناجحه انا ححط هدف الي وحاشتغل على هدفي. يعني حطي هدفك واشتغلي عليه واكتبي حتى بس تكتبي انت بترسخي هالفكره ببالك وعن جد يسعى الواحد يسعى هو ما يستنى حدا يسعى له حتى يصل للشيء اكيد اسعى يا عبدي لاسعى معك اكيد اكيد. بختام رحلتنا الصباحيه لليوم غاليه البغدادي خبيره الطاقه بدنا نشكرك على وجودك معنا كالعاده بتمنحي صباحنا نكهه ايجابيه. شكرا كثير لك حبيبتي. شكرا لك غاليه وان شاء الله كل ايامك وسنينك كلها طاقه ايجابيه. شكرا كثير انا وانت ان شاء الله نور.